هذه خاصة أن طبعاً نحن في هيئة الشارقة للكتاب تربطنا علاقات قوية بإخواننا في جمهورية مصر في هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب ومعرض الشارع عفواً معرض القاهرة أيضاً له خصوصية خاصة عند الجمهور العربي بشكل عام. نحرص كل عام طبعاً المشاركة طبعا اول في البدايه نحن جناح تسويقي للهيئه نلتقي بالناشرين المصريين نلتقي بالجمهور المصري نحاول نعرف الجمهور المصري بالثقافه الاماراتيه بعض الاصدارات الثقافيه والادبيه منها طبعا اصدارات صاحب السمو حاكم الشارقه ايضا نلتقي بالناشرين المصريين بالذات هنا ونحاول نستكشف دور نشر جديده للمشاركه في معرض الشارقه في الدوره الجديده في ان شاء الله في العام 20 ونحاول نسهل مشاركتهم في المعرض نحاول ان نقف على السلبيات اللي صاحبه المشاركه السابقه طبعا طبعا مشاركتنا في القاهره طبعا مشاركه قديمه ونحاول يكون مشاركه ايضا ببرنامج ثقافي بتكون عندنا اليوم امسيه شعريه شاعرات اماراتيات نحاول نعرف الجمهور المصري ايضا بالثقافه الاماراتيه وبالشعر الاماراتي نحاول يكون طبعا هناك في تواصل ثقافي كبير بين الامارات ومصر ونحاول نعزز هذا التواصل الثقافي بهذه المشاركه وبهذا البرنامج الثقافي ان شاء الله.